موضوع اليوم اللي تداولته الصحافة وصول قرار مركز التحكيم الرياضي لأندية الهلال والنصر تأييدا لقرار لجنة الانضباط ومن ثم لجنة الاستئناف بنظامية مشاركة محمد كنو. والله شوف، طبعا قرار أكيد أنه أفرح الاتحادين أكثر كمنافسين على البطولة الدوري، وفي نفس الوقت ألقى بظلال على الجمهور النصراوي. طبعا من حق إدارة النصر تبحث عن مصلحة يعني في أمور قانونية، وله عيب أن الواحد تحتج أو تقدم احتجاج أو اعتراض وترفض، هذا بالعكس هو كل الأندية. لكن وقع على الجمهور النصراوي يمكن أشد إلام، لأنه النصر عاش انكسارات كثيرة يعني، ودخل في متاهات من الفريق وعدم استقراره وتفريط ببطولة الدوري. هو كان يعني قاب قوسين، من لو الأجهزة التدريبية على أفضل، أو كان في استقرار تدريبي، ما في مشاكل برا الملعب. عموما الآن بكرة مباريات حاسمة، ومن الصعب أن يسترسل في الحديث عن إدارة النصر، ولو من حقي والمنطق والمبدأ أنه كأنه أحس أنه كأنه القضية يعني مفترض أنه ما نحكي في النصر ولا إدارة النصر، لأن أمام مباراة عامة. ولكن أنا أقول ما هو عيب أنك تخسر الاحتجاج، الكرة لا زالت في الملعب وكل شيء وارد. بالعكس اعتقد بكره حيصير يعني مو مفاجاه، شيء طبيعي، ولكن ابغى يعني مو تطمير للنصراويه ولا اقلام قيمه الاتحاد، الكره لا زالت في الملعب. اذا ما حسم الاتحاد في امام الفيحة امامها الطائي، وكلهم ندين يعني، الفيحة بالذات هو اكثر فريق مهدد بالهبوط الان عطفا على مباريات المنافسين البعد على الهبوط. فلذلك الاتحاد تحت ضغط، النصر عليه ان يفوز مباراتين بصرف النظر كيف يصير الامور، وهذه كره القدم. جميل. اما الاخطاء الاداريه النصراويه والامور هذه بعد بس في هالجانب ابو تركي، يعني يمكن كل التعاطي راح مع النصر خسر نقطتين او انه ما جاء نقطتين، والاتحاد استفاد ان النصر ما اخذ. ما حد قال قرار اداره نادي الهلال باشراك اللاعب كان قرار نظامي، واداره الهلال في مخاطباتها مع الاتحاد السعودي كانت على صواب. والله جميل، انا هذا يعني استدراك جميل، ولكن في نفس الوقت ترى اداره الهلال مع كامل تقدير احترامه للمنجز بصرف النظر عن الانجازات، سوت صداع للنادي وللهلال والفريق كره القدم، ودفعت الثمن عدم تسجيل ومشاكل من وراء موضوع كنو. يعني فلذلك صحيح انه برأت له، ولكن الهلال هم من تسبوا على انفسهم في قضيه كنو، اللي بصراحه كانت سبب من اسباب تعب الفريق في الموسم هذا.